احنا عم ننزل على الانتخابات لنكمل مسيرة الشهيد رفيق الحريري. الشهيد رفيق الحريري هي فيها كل الثوابت، فيها ثوابت انه نكون مع المقاومة، ثوابت الوحدة الوطنية، الاقتصاد، فيها مسيرة رفيق الحريري هي المسيرة اللي كان ماشي فيها رفيق الحريري. المقاومة جزء لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، والمقاومة قدمت الكثير للشعب اللبناني، ونحن معه من أول الطريق. نعم. الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقل عنه السيد حسن نصر الله كلاما حول سلاح المقاومة، ماذا تقولون أنتم اليوم؟ نحن مثل ما قال رفيق الحريري